وفي أيضا شأن في سوريا أيضا قتل 15 شخصا على الأقل، بينهم امرأتان في قصف إسرائيلي طال بشكل رئيسي حي كفرسوسة في جنوب غرب دمشق وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. ومن جهتها أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل 15 أو 5 أشخاص بينهم عسكري وإصابة 15 آخرين بجروح في حصيلة أولية. وأشارت مصادر إعلامية رسمية إلى أن القصف استهدف منطقة تضم مقار عسكرية واستخباراتية وفروعا أمنية. وفي هذا الشأن معي من كوفنتري البريطانية السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض. أهلا بك معنا سيد عبد الرحمن، ضعنا في تفاصيل هذه الضربة الصاروخية على دمشق. نعم مساء الخير. أولا 15 شخصا وليس 5 مثل ما قال النظام، 9 منهم من الجنسية السورية، بين 9 2 من المدنيين، بين 7 3 ضباط وآخرين مرتبطين فيما يعرف بكتائب حزب البعث أو المقاومة السورية لتحرير الجولان. طبعا أحد المدنيين الاثنين هي صيدلانية قتلت ليس بالقصف الإسرائيلي بل قتلت بشظايا صاروخ دفاع الجوي في منطقة المزرعة. بالنسبة لهذا القصف على منطقة كفر سوسة، صاروخ إسرائيلي استهدف تحصين تحت الأرض في المبنى مما أدى لتدمير أجزاء من المبنى واختراق قبو هذا المبنى. من هي الشخصية المستهدفة؟ هناك بشكل قطعي هناك استهداف لاجتماع أمني موجود، شخصية ما استهدفتها إسرائيل لكي تخاطر وتستهدف. من هي هذه الشخصية؟ من تستهدف؟ يعني سابقا في دمشق استهدف قائد ما يعرف بسرايا القدس التابع للجهاد الإسلامي في المنزة، قتل حين نزله. وأيضا في ريف دمشق استهدفت قيادات في لواء أو فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني العام الفائت، واستهدف أيضا ضابط بالحرس الثوري الإيراني كان مسؤول عن تطوير المسيرات وتطوير صواريخ أرض دقيقة. ولكن في هذه المنطقة الواضح بأنه كان هناك اجتماع. ما هل استهدف الاجتماع بحد ذاته؟ إلى الآن ليس لدينا إلا مؤكد 9 أسماء من السوريين، من ضمنهم 2 من المدنيين، الآخرين لم نعلم هويتهم. هل هم حقيقة الأمر لا يوجد إيرانيين؟ هل يوجد عناصر جهاد إسلامي؟ بشكل قطعي لم يكن الاجتماع فقط للسوريين من أجل جلسة سمر لتجتمع هؤلاء الضباط وأيضا هذه العناصر من كتائب البعث. شكرا جزيلا لك سيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.